حضروا للقرية لمساعدة المزارعين في كبت الزيتون. يسخر دائما ويهيئ أصحاب الهمم. لا بدها شوي سازي. عمي ضايل معك ورق الشهداء؟ موجود. اعطيني جميعا نحطهم على الشجر. اها ضبطنا لك الموضوع. مساندة أهالينا في الريف الفلسطيني، دعما لصمودهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي يقطع أشجار الزيتون ويصادر أراضي. أردنا أن نقول لهم نحن كأشخاص ذوي إعاقة حتى لو فقدنا جزء من جسمنا فإننا قادرون على الوقوف إلى جانبكم ومساندتكم ومساعدتكم في قطف شجرة أشجار الزيتون، بالإضافة إلى أننا قررنا زراعة شجرة زيتون باسم كل شهيد من شهداء الأشخاص ذوي إعاقة في محافظة نابلس وفي قرية تل. جئنا لنقول حتى لو استشهد الشهداء فأنتم موجودون في وجداننا وفي قلوبنا.